دموع ليه بين لي خضوع ليه جرح كبرياء في رجوع يا دموع ليه بين لي خضوع ليه جرح كبرياء في رجوع يوم أنا أتمنى وصاله صد عني ويوم جافيت ولا اهتي يا دموع دموع ليه بين لي خضوع ليه يجرح كبرياء في رجوع يوم نتمنى وصاله صد عني يوم جافيت ولا اهتي يا دموع بترك الأيام تلعب في حياة كل ذكرى تمر في باله تلوع وسأل الحسرات والونات عنه لازم اللي راعني منه يروح بترك الأيام تلعب في حياة كل ذكرى تمر في باله تلوع وسأل الحسرات والونات عنه لازم اللي راعني منه يروح. أعزائي المشاهدين يا هلا ويا مرحبا فيكم مع لقاء جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم الأسبوعي لوحات شعبية. سلام يا دار المحبة والوفا والسلام، يا كويتنا يلي طريق المجد عنوانها، دار حكمها جابر الأحمد رفيع المقام، تطورت في عهد حكمه واعتلى شانها، درة خليج لبست تاج الشرف والوسام، ومن جودها عمت الأقطار بإحسانها، شيخ حكيم الرأي صارت له على ما يرام، قاد السفينة للأمام وعاش ربانها، فال الصباح شيوخنا اللي من شيوخ كرام، يشهد لهم تاريخ ماضيهم ميدانها، كم من عدو قد بغاها وانثنى واستضام، عاف الطمع من يوم شاف الموت بركانها، عاف الطمع يوم غزاها تحت جنح الظلام، بمر الولي سلط على الشيطان شيطانها، وحنا لها لثارة الهيجة وثار العسام، نرخص عمار غالية والمال من شانها، الشاعر سالم ابن خضير الهاجري. شاعر سيف لافي الخليفان له مشاركة معنا هذا الأسبوع بهذه القصيدة. الله أكبر جيتني باندفاعي، خلك بعيد هناك واخفض لي الصوت، لا لا تعذر ليش ما فيه داعي، ما ينفعك لو تعتزي سحر هاروت، بيدي عصا موسى تبيد لفاعي، ما همني لو جيت والحال منحوت، حبك توفى رغم كل المساعي وشيعت جثمانة على لوح تابوت، حبك توفى رغم كل المساعي وشيعت جثمانة على لوح تابوت، وفر دموعك بالعيون الوساعي، ما تنفعك لا صرت بالهم مغموت، خلك تحس بنارها والوداعي في ذمتي لتشوف بعيونك الموت، خلك تحس بنارها والضياعي في ذمتي لتشوف بعيونك الموت، ذوق العذاب وذوق مر الخداعي، ذوق العذاب وذوق مر الخداعي، مدام قلبك وسطها الغدر منبوت، ابعد ونبعد قلتها باقتناعي، ابعد ونبعد قلتها باقتناعي، ورب الرسول اللي نجا داخل الحوت، ابعد ونبعد قلتها باقتناعي، ورب الرسول اللي نجا داخل الحوت، لا لا تجادل ما يفيد النزاعي، قالوا لفات الفوت ما ينفع الصوت، ارحل وحتى ما أبيلك وداعي، حبك دفنته وبثره صار مغموت.
أعزائي المشاهدين، نلتقي هذا الأسبوع مع أحد الشعراء المعروفين عندنا في الكويت على المستوى الإعلامي وفي مجال الصحافة وفي مجال الإعلامي، شاعر مثل ما ذكرنا غني عن التعريف. وباسمك عزيزي المشاهد نرحب بالشاعر متعب العثمان السعيد. يا هلا فيك أبو مزعل. حياك الله، يا هلا وسهلا. يا هلا فيك في برنامجك، وحنا عرفناك وانت ما تحتاج تعريف. الله يسلمك ويطول عمرك، جزاك الله خير. مثل ما ذكرنا معروف على المستوى الإعلامي و... الله يجزاك خير. وشاعر، ولك على قولتهم بصمة واضحة في مجال الشعر النبطي. شاعرنا المعروف متعب العثمان. نعم. السعيد في طال عمرك، أنا قريت هالأيام في الصحافة المحلية عندك إنتاج أخير. نعم. إيه نعم، ديوان. هذا ديوان شعر جديد اسمه من آخر الإنتاج. أي نعم، هذا يعتبر الديوان السادس لي اللي أنا طبعته، هذا الخاص فيني أنا. أي نعم، هذا السادس كتاب صدر توه، يعني صار له أسبوعين أو ثلاثة، واسمه من آخر الإنتاج، كله شعر لي أنا. بس أنت مذكور عليه الإصدار الثامن. الإصدار الثامن بالنسبة للإصدارات اللي أصدرتها أنا أصدرت غير شعري، يعني هذا بالنسبة لشعري أنا هذا السادس. سادس. يعني سادس كتاب خاص في شعري خاص. أنا اللي أنا قايله. أي نعم. نعم. وجامعة ولدك. نعم، جامعة ولدي عبد العزيز ولدي من كتابي اللي قبل هذا قام هو اللي يهتم فيه، لأنه يشتغل على الكمبيوتر ويطبع لي ويودي ويتابعه ويخلصه كله، لأن أنا ما عاد أنا مثل قبل فاضي. الله يبارك فيه. الله يجزاك. أبو مزعل، أنا قريت أيضا قصيدة في الصحافة المحلية مطلع من عرض أبياتها، يحذرك بالهرج لجاك تخدير. نعم. لو صار لك لازم تضيع العلوم. العلومي هذه طال عمرك أبيات مهي واجد، أبيات بسيطة عن بعض الأمور نسمعها ونسمعها. أقول فيها: البارحة قلبي طوتها التفاكير، الليل يمضي ما تهنى بنومي، أفكار لاج الليل جتني مسايير، الله يلوم اللي مثلي يلومي. أذكر رجال، أذكر رجاجيل قروم مشاهير، الكل منهم حاضر باللزومي، صار العوض فيهم أضعاف المناقير، لباسة الغترة كبار الجرومي، يخدرك بالهرج لا جاك تخدير، ولا صار لك لازم تضيع العلومي، الشاهد الله كلكم ما بكم خير، ما فيه ملي لا نخيته يزومي، أحذر الصاحي من الوقت تحذير، الله يعوضنا بحظ يقومي، عبرت عما شفت بالشعر تعبير، والحمد للمعبود والحمد للخالق نضاف هدومي. وسلامتك وسلامة المشاهدين. سالم. الله يطول. على قولتهم أبو مزعل، يعني أنك تشمل البشر. لا لا، أنا اللي أنا أقصدهم. اللي تقصدهم. يعني نعم. اللي المجموعة اللي يعني المجموعة اللي نعم تقصدها. اللي أقصدهم. اللي نعم تقصدهم. نعم. أيضا أبو مزعل، إحنا نبي منك قصيدة، لكن قبل القصيدة الثانية اللي بتختارها من نعم اختيارك. نعم. في الله يسلمك قبل كم يوم يسولفون في الجهرة يقولون كان اسمها تيمة. نعم. في الماضي. نعم صحيح. بالنسبة للتسميات، تسميات مدينة الجهرة، ما نقدر نقول غارية الجهرة، لا مدينة الجهرة. نعم، أنا طال عمرك في سنة 92 طبعت كتاب تاريخي عن قرية الجهرة من تاريخ نشأتها إلى يومنا الحاضر تقريبا. نبي تسميات. وذكرت فيه جميع الأمور اللي جرت على الجهرة، من عرضهم التسمية مثل ما تفضلت. الجهرة أول ما أول اسم اطلق عليها طبعا كاظمة، وهذا معروف في التاريخ، يعني كاظمة موقع بالجهرة لكن يشمل الجهرة معها قبل لا تسكن الجهرة. كانت الجهرة عبارة عن آبار من الماء ينزلون عليها البدو بالصيف، وبشتاء خلو ما فيها أحد أبد، جو فاضي، وبالصيف تعمر من البدوان. وغالبية من ينزل عليها قبيلتين، مطير والظفير، وتخبر لا صاروا على الآبار يصير فيه مشاحنات وفيه، فسميت جو الحريبين. أينا. سميت في ذلك الوقت جو الحريبين لأنه يصير مشاجرة أينا بين هالقبيلتين. بعدين سميت تيمة بعد ما سكنوها أهلها، وأول ما سكنها طبعا عائلة السعيد أول ما سكن في الجهرة سموها تيمة، تيمنا في هداج تيمة اللي في نجد، لأن ما طلع عليهم ما ينحلوا، فقالوا هذا هداج تيمة، وراحت تيمة وتيمة. وفيما بعد تيمة جاء أبيات أعتقد كثيرة. نعم، تيمة يوم
يصير معركة الجهرة سنة 1920 وهي اسمها تيمة مو اسمها الجهرة. كان تو اسم الجهرة داخل عليها وبعض الناس يسميها الجهرة وبعض الناس يسميها تيمة. والدليل على ذلك جميع القصائد اللي قيلتها كاليوم ما جابت طاري الجهرة كلها تقول في تيمة. من عرضهم شاعر رشيدي قال له فهد الشختلي حاضر إن الكون هكاليوم من هالكويت يقول يا سحاب فوق تيمة ترزف نوها في شمالي السليل غدا عج عسام. تيمة المنطقة والسليل شعيب في الجهرة ما جودي لها الحين. والثاني اللي يقول يا سحاب على تيمة هماليلة. والثالث اللي يقول يا سحاب عسى السحايب على تيمة تهلي. فقالبية اللي يطلقون عليها الاسم يطلقونها تيمة. بعد الجهرة سميت أو قبل الجهرة بشوي سميت الجهرة. وبعدين سالم المبارك كان يحبها وسمها الجوهرة قبل لا يسميها الجهرة. سالم المبارك الصباح من محبته للجهرة سماها الجوهرة وحرفت إلى الجهرة واستمر اسم الجهرة إلى وقتنا حاضر. إلى الآن. نعم. أنعم الله عليك أبو مزعل. سمعتنا قصيدتك الأخيرة. نعم. ونبيك تختار للمشاهدين وإن كان يعني قصيدك كثير ومعلوماتك قيمة. الله يطول. تختارنا من ما يوجد في قريحتك يعني. والله بعدنا بندورنا قصيدة تمه طويلة مثل الأول. نعم طالما. أقول يا نفس منتي على ما شوف ملزومة ما يرجي العفن كود العفن ودوني. النفس ما هي من الأخطاء معصومة الله ذكر والخلائق عنه يدروني. لو الرجاجيل في هالوقت معدومة ما الله محدك على اللي ما يفيدوني. الناس لحول في هالوقت منجومة لو يسمعون النصيحة ما يردوني. ما يردوني. راع الردى لو دعا هالوقت ما لومه هذا زمانه وهو راعيه ممنوني. كل على قد جسمه فصل هدومه إلا قليل المعرفة ذاك مجنوني. حلسانك ومزعل على هالقصيدة. حلسانك الله يطول عمرك. عمرك أبو مزعل. نبي ننتقل إلى فرقة الجهرة. نعم. صفتك مساهم فيها ورئيس. نعم. رئيس الفرقة. نعم. ورئيس الفرقة. نعم. لو ناخذ فكرة هم للإخوان المشاهدين فكرة سريعة. والله نشوف نشاط هالأيام. فرقة الجهرة ما فيه نشاط حاليا لأن تخبر عندنا حوالي 600 أسير. نعم. فتجاوبا مع أهالي الأسرى يعني ممنوع الاحتفالات الرسمية إلا شيء يعني مثل جية الشيخ سعد الله يحافظه هالأيام قمنا في الواجب في المطار. لكن احتفالات مثل قبل في الأعياد الوطنية وفي الأعياد رمضان والضحية هذه وقفوها أمر من وزارة الشؤون إلى إن شاء الله يعقل الله الأسرى. أنت رئيس الفرقة؟ نعم. والدك سبق أنها؟ والدي قبلي. نعم. بيني وبين والدي حوالي 3 تروسوا الفرقة بعدين أنا تروستها. وبعدين على طار الفرقة احنا الفرقة يعني مهتمين فيها لدرجة ان احنا صدرنا كتيب. نعم. اللي هو هذا بين يديني عن مسيرة الفرقة. نعم. من اول ما تأسست الفرقة الى يومنا الحاضر وعن رواستها وعن من هو فيها اضافة الى ان فيه باب من الكتيب هذا يعلمك شن هي العرضة وليش سميت العرضة وش السبب العرضة وشلون تؤدى العرضة وما هي القصائد اللي تؤدى في العرضة ونوعياتها. فالكتاب هذا شامل طبعناه للإهداء يعني حتى مو للبيع أي واحد نعطيه إياه هدية. نعم. فهو العرضة دائم حماسية أبو مزعل. دائما حماسية. ما يجي فيها قصيدة هي اسمها العرضة الحربية. نعم. ما حربية. يجي فيها قصيدة غير الحماس. إلا ما فيها كلها تشجيع وحماس على الحرب. يعني يجي فيها بيت تالي غزل ينخاله مزيونه في تالي القصيده يعني يشوفي فعل الرجاجيل الطيب اخذيه والردي وخري عنه يعني في في فيما معناه. بس ثم القصيده من بدايتها الى نهايتها حربيه. اي نعم. نعم. للعرضات. نعم. انعم الله عليك ابو مزعل. نختارنا من الاختيارات قصائدك حله البركه. عندك الكثير من القصائد بس احنا طال عمرك نبي نختار هذه النصيحه أنصح فيها ولدي. أيه. وهي إن شاء الله شاملة النصيحة تشرع على ما قالوا. أقول يا خالد النفس حذر لا تطمنها معزة النفس ترفع راس راعيها. دنياك بخبرك واسمع فكرتي عنها خبرة سنين طويلة عشتها فيها. كونت لي فكرة واخذتها منها جربت أنا مر دنيانا وحاليها. العيشة الهادية محد بضامنها ما هي على طول صافية الليالية. تترك لك الحبل لين انك تمكنها واليمنة لك تجر الحبل بيديها
تنزل بنفسك وترفع فوق طامنها أيامنا الله يكافي من بلاويها. احرص من النفس بالك لا تمكنها، إبليس من خلقة الدنيا يراعيها. النفس عما يعيبك يا فتصنها، واحرص على سمعتك ترفع معانيها. بعض الأمور المريبة لا تحضنها، أوصيك لا تتبع الشبهات وتجيها. نفسك على العز لو ما عانتك عنها، لا شفت زلاتها بالك الداريها. لابد عما يطول بسمعتك تنهى، ترى سكوتك يا ابن متعب يدهويها. إبليس لا جابها لازم يبطنها، حتىك لا شفتها تتبع مباديها. اليوم مرك الله احرص لا تبينها، لا تعلم الناس يا ابن سعيد خافيها. كم واحد ذمته بالكذب خاينها، يلبس ثياب الصداقة لك ويشريها. واللي لقاها على كيفه يزينها، له ذمة مريم شكايمه فيها. صداقة العفن ما ظني ثمنها، النفس دايم تريد اللي يوصيها. وسلامتك واسع، لأني أنا ما حافظ ولا عاد نشوف بعد زي النصيحة. تشرى شاعر الخلف هذال يقول يعني أحب رجل لو نهرني يفيدني، الرجل يمشي مع رجال يفيدونه. نعم، وعاشر الطيب وفاخر بسيرته، والنذل هينه ابن جنسيه. نعم صحيح. صح لسانك ابو مزعل، وشاكرين لك على حضورك ومشاركتك في برنامجنا الليله. الساعه المباركه، والله يحييك، ومما يشرفنا ان نشارك في برامج ديوانيه الشعراء. الله يحييك ابو مزعل، الله يحييك. أعزائي المشاهدين، برامج البادية كذلك إضافة إلى القصائد النبطية تحوي بعض من القصص التي تحتوي على بعض القيم الطيبة مثل الكرم والوفاء بالجميل. من هذه القصص يروي لنا الشاعر محمد بن صبحان العجمي هذه السالفة. هذولا ربع في البحر، في عرض البحر، لهم على مركب ثلاثة، اثنين عتبان والثالث كحطاني، وكانت بينهم خوة طيبة ورفقة طيبة، رفقة عمل ورفقة زمالة. ففي أحد الليالي كانوا في عرض البحر وعلى المركب، وكل منهم يعني تذكر ربعه وتذكر ديرته، وكل منهم يتمنى أنه يروح لجماعته ويطلع من ذا البحر. فكل منهم جاب حسب ما يجول في خاطره. العتيبي الأول يقول: البارحة ممساي في لوح عاجي، ليحان تطفح فوق الأمواج عوجي، وتقالهم مثل السوار الدماجي، والموج يركبهن سوات البروجي، الجزواه في وقت الصلاة اعتلاجي، ومن الفجر ما يسمعون الهروجي، يبغون قماش اللاجين في اللواجي، في وسط غبات بحرها يروجي، وشفي على اللي يقطع عن الزراجي، أنهج عليهن واسعات الفجوجي، هجن عليهن كل قرم عواجي، عليهن اللي ينتمون الزعوجي، وصمع مغير انصافهن عود ساجي، وصمع مغير انصافهن عود ساجي، اللي يدخل صفرته بالدروجي، كنه حوار معها للطرش داجي، وامه مع الزمان راحت خلوجي. يعني حكى عن نفسه انه يعني كانه الخلوج من بعده من ربعه وجماعته.
جاء دور العتيبي الثاني، يقول العتيبي الثاني: المحمل اللي يدهج الموج كنه، المحمل اللي يدهج الموج كنه، غوجني لمسه وحباله رواجي، شاله وشراعه وانقفه فوق سنه، والموج يصفق فيه مثل العجاجي، وداروا عمارينه على الصوب هنه، مرفوع البوار عند الحجاجي، وارض حطب ساجن على اللوح فنه، ولا مشجاله مع الماء اندهاجي، ولا لحم زوره على السيف جنه، ثلاث عيلات شحمهم فواجي، آسر مزاليج العلا درب هنه، والهم مع الحزم السماح انزعاجي، كن القطاع ينزع من أوكار هنه، حدر لباهر غاد يله الحاجي. فجاء دور خويهم القحطاني، يقول القحطاني يقول المشقة بادي الراس مرقب، يلعب وتلعب صفوق الهبايب. طبعا القحطاني جابها على قافية أخرى. يقول المشقة بادي الراس مرقب، يلعب وتلعب صفوق الهبايب، يهل من دمع من عيون، يهل دمع من عيون لكنه، كما سيل محناب يغط الجذايب، واللي مهيضني تفرق لابتي، وبعدي عن اللي ينقلون النوايب، يبعد سيف انزام يندون دارهم، تصفق عليها ماي سود الغبايب، الله على ابو من جديد ومشر، ركيني لدارت عليه السوايب، الى قفل السكار راعيه وانتحى، وقفاه والمن واكتفته الهبايب، الى قفل السكار راعيه وانتحى، وقفاه والمن واكتفته الهبايب، لكن حضيض الموج من عند زاره، صملان بدو في رياض العشايب، تكفون ذبوني على السيف وانثنوا، الله يسمح دربكم يا الحبايب، هاتوا لي اللي لونها لون ذيلها، حرة شمال من خيار النجايب، ملحية الذرعان فج نزغونها، مترفع عن هالشحم بالترايب، تساحم الخدته تفادى غراسها، تحادى بالغارب من الكور شايب، لكن تخنواتها تخنوات عذرة، تلعب مع الخفرات والجوز غايب، تلعب بثوب القز والغي والهوى، من بين سطرين التافح لوايب، مروهني عقب التغر من شاف لابته، من قبل ما توضع عليه النصايب، بيده من الصنع القديم مجرب، بيده من الصنع القديم مجربة، قريزيت انتشر العظام الصلايب، أما قيل نعم إلى شيف فعله، ولا قالوا خلفة الأجواد خايب. أعزائي المشاهدين، ومن قصائد المرحوم محمد الأحمد السديري اخترنا هذه القصيدة: الله من هم من بروحي سهجها، بخافي ضميري في كنين الحشلاج، أحر من نار توقد وهجها، منها خطر روحي على سلك ديباج، وعين عسى المولى يعجل فرجها، يهل ناظرها كما عين هداج، استرسلت للدمع مما رهجها، غيض يكض عبارها مثل الأمواج، كم واحد لغاية ما هرجها، كنها له للدنين محتاج، يخاف من عوجة نطوار نعوجها، هرجة قفا يركض بها كل هراج، يقضب عليك المخطية من احججها، حلو النباه وقلبها اسود من الصاج، والله خلق دنيا وساعة نفججها، وعما يريب القلب لك كم منهاج، والرجل وانشطت لياليك سجها، عسى تواليها تبشر بالأفراج. الأمير المرحوم محمد الأحمد السديري. في إحساسي عيونك آخر آمالي وليلي أطول من اليم كيف ألقى كلام عذب يوصفته في إحساسي يوصفته في إحساسي قبل ما اشوفك وشفتك
صرت كل حلم بيمشي يغطيني وبيك أقرب من أنفاسي. عشقتك قبل ما شوفك وشفتك صرت كل حلم بيمشي يغطيني وبيك أقرب من أنفاسي. همك تعرفي إنك قتلتي بسنين الهم قتلني ضحكك وجدك قتلني لينك القاسي. عيونك عيونك آخر أمالي وليلي أطول من. أعزائي المشاهدين، الشاعر فلاح الشريكة يعد ويقدم لكم هذه الفقرة من فقرات البرنامج. عزيزي المشاهد، نود أن نقول كلمة في بداية هذه الفقرة من هذا البرنامج، وهي توجيه دعوة إلى كل الشعراء المبدعين أمثال سعد الحريص، متعب التركي، نايف الرشيدي، العموم يعني أي شاعر من الشعراء اللي احنا دائما نطمح أنهم يكونوا معنا في فقرات برنامجنا، أنهم يتواجدون معنا، وإحنا راح نوجه لهم الدعوة من خلال هذا البرنامج، وبعدها إن شاء الله سوف نصل إليهم شخصيا سواء باتصال تلفوني أو إلى ما شابه ذلك. المهم أن نوصل عليهم وإن شاء الله يتقبلون هذه الدعوة ويصلون معنا، لأن إحنا نستفيد من هؤلاء الشعراء صراحة المبدعين والمعروفين، واللي يتمنى كل المشاهدين أنهم يصلون للتلفزيون ويسجلون لأنهم يغرون لهم من خلال الصفحات الشعرية وما شابه ذلك. لكن دائما الصورة الحية يعني أو التلفزيون لها رونق ثاني، لها من خلالها يعرف أسلوب الشاعر اللي دائما يتابعه بالصحافة، يعرف طريقته بالكلام. فإحنا نتمنى أنهم يتواجدون معنا ويقبلون هذه الدعوة، وأيضا نتمنى أنهم يكونون دائما يعني يحبون يخدمون الشعر مثل ما نحب نخدمهم، أيضا هم يحبون يخدموننا ويتواجدون. عموما عزيزي المشاهد، في هذه الفقرة سنأخذ بعض القصائد للشعراء، مجموعة من الشعراء المعروفين أمثال مساعد الرشيدي، أمثال ضيدان بن قضعان، أمثال الشاعرة المعروفة عابرة سبيل، أمثال الشاعرة الرائعة غيوظ، إلى جانب قصيدة للشاعر العملاق والشاعر الكبير خالد الفيصل. الإنسان يعطي غاليه كل شيء، في بعض الأحيان ربما يتراءى الإنسان أنه بس يشح بروحه، لكن ما يشح بروحه لأنها أغلى من غاليه، يشح بروحه علشان يحب غاليه عشان يستمر. يا وش بقى بعطيك مني ولا جاك، ما باقي إلا روح يحيا بهالك. يا وش بقى بعطيك مني ولا جاك، ما باقي إلا روحي أحيا بهالك. أوصف جمالك كل من شت وهواك، وزين أيامي بجلسة خيالك. يا الغايب الحاضر، يا الغايب الحاضر بقلبي ولا ألقاك، أقرب من عروقي وصعب منالك. شالك زماني، شالك زماني عن عيوني ووداك، لا شك وثق في ضلوعي حبالك. يا حاجب شمسي ورا ليل جفواك، ما بلعهد بك قاسي في دلالك. يا حاجب شمسي ورا ليل جفواك، ما بلعهد بك قاسي في دلالك. وش غيرك يا من وت القلب وطغاك، على حبيب ما تخير بدالك. دنياي ما تصلح بلا شمس دنياك، والليل يوحش لو تغيب هلالك. ما ينقطع ضم الهوى، ما ينقطع ضم الهوى إلا على ماك، ولا يهون حره إلا ظلالك. ولا تشوف العين زين بلياك، ولا يطرب سمعي إلا مجالك، ولا انتفض قلبي من الحب لولاك، ولولاك ما يبدي علي ما بدالك. عزيزي المشاهد، بعد هذه القصيدة الرائعة للشاعر والأمير خالد الفيصل، معي في هذه الفقرة قصيدة للشاعر المبدع سعد الحريص. وسعد الحريص أحد الشعراء الشباب الجميلين فعلا، اللي يفاجئونا دائما بالجميل والجديد. سعد يقول: قولي نعم لا سألتك لا تقولين إيه، قولي نعم لا سألتك لا تقولين إيه، تفرق مع الشاعر اللي ضاعت أماله. شعري بمعناه يعنيني كثر معنيه، والشعر واجد ولكن شعري الحالة. اللي يقولون عرفه وعرف اني ما ابيه،
واللي بقوله لو اسكت ما حد انقاله. يا بنت يا بنت انا الشمس في وجه النهار النزيه، وانا البحر لا صفق موجه على جاله. يشبهني الشعر يوم الشعر ما له شبيه، ومن حقق الشوف فيني ما يوراله. كبرت كبرت لين امتلى قلبي ما فاض فيه، وعيب على اللي برك للحمل ما شاله. لو القلوب بحلاها في حالات الوجيه، ما كانت أجمل بنات الأرض محتالة. كبرت لين امتلى قلبي ما فاض فيه، وعيب على اللي برك للحمل ما شاله. لو القلوب بحلاها في حالات الوجيه، ما كانت أجمل بنات الأرض محتالة. والشاعر اللي عيونك عاجزة تحتويه، العام لحالته واليوم لحاله. لو له من الناس والدنيا مثل ما عليه، ما يا من الصمت من صوته وزلزاله. شين بقلبه ولا طاله وهو بين يديه، شين بقلبه ولا طاله وهو بين يديه، وشين بعينك يمديده ولا طاله. هذه عزيزي المشاهد كانت قصيدة الشاعر الرائع الشاعر المبدع سعد الحريص. أما الآن معنا قصيدة للشاعر المبدع ضيدان بن قطعان، نشوف قصيدة ضيدان وش قال فيها. يقول يا وجودي كل ما هب نسناس الشمال، وجد من حده زمانه على اللي ما يبيه. ويا وجودي كل ما ضحيت ثم مال الظلال، لا غفت عيني ولا ذك شي مشتهيه. وجد من قفى وهو في رجا كلمة تعال، والتفت من عقب ما قفى ولا احد لد فيه. يا عذابي اسكين وجد من قفى وهو في رجا كلمة تعال، والتفت من عقب ما قفى ولا احد لد فيه. ويا عذابي لدن الليل من روس الجبال، وانتهى يوم من العمر ما عاد ارتجيه. وانت يبعد من سم الحلم ووصالك محال، يبعد من هل دمعي ضح الفرقة عليه. يا غناتي لا تحسبين دمعي يوم سال، ضعف ولا خوف ولا كذا ولا كذا، والله اني من رجال. يا غناتي لا تحسبين دمعي يوم سال، ضعف ولا خوف ولا كذا ولا كذي، والله اني من رجال. والله اني من رجال يضدون الرجال، لكن الحظ الردي ساق دمعي كل بيه. والله اني كل ما دار حوليك الجدال، قمت كأن الموت يشهر على قبري بديه. والله ان قد لي وانا صد لجالك مجال، صدت اللي لا تضايق تذكر قبر خيه. ومن سألني قلت مدري، واذا عاد السؤال قلت له تكفى سؤالك ترى ما هو وجيه. وش تبيني اقول عمن ترى ذبحي حلال، والخطا منها علي صرت احبه واهتويه. عذرها لو ما تعذر مثل وضرب مثال، واحد ما يعرف الحر الاشقر يشتويه. ورجعنا للتواصيل عذرها لو ما تعذر مثل وضرب مثال، واحد ما يعرف الحر الأشقر يشتويه. ورجعنا للتواصيف لله الكمال، لانتهى ليل المزايين جاتك تبتديه. كأنها غفل مع البدو طاوي هالحيال، ما يميز وصفها إلا نبيه من نبيه. كأنها غفل مع البدو طاويها الحيال، ما يميز وصفها إلا نبيه من نبيه. وهني اللي وصلها وذاق من الزلال، رشفت مع غفلة الناس من فيها الفيه. وعزتي للي سواتي عشق ما لا يطال، ويوم طاله ضيع الحلم بين أمه وبيه. أول أحلام الطفولة على حد الخيال، الرجاء باللي حمل بيت من حملة بريح. حال دونك سيف عنتر وتاسع حول حال، بثر حول حال دونك وندعي هيه هيه هيه. يلي غرك الحسن وطغاك الجمال، والله إن أموت ما شفت لو صافك شبيه. لو يسام الحسن والتيه بجنيه وريال، ما بقى في سوق غيرك ريال ولا جنيه. كيف أهدك السلام؟ يا سلام يا سلام. لو يسام الحسن والتيه بجنيه وريال، ما بقى في سوق غيرك ريال ولا جنيه. كيف أهدك للمقادير وانت راس مال؟ راس مال ومال، والمال ما يعطى السفيه. حافظك حفظي العيني ورمشي لك جلال، وانت يتشحين بالماء وانا شفي امويه. شايف انظلمك وساكت وطال الليل طال، لا تركتي طعن قلبي وانا ما قلت ليه. لو بقى للهيل صبرا على فوح الدلال، ما بقى للقلب صبرا على شيء يجيه. كنت أحسب أن الغلا زال وأثره لا يزال، في الحشا ما كان هلا دخيل في وجيه. ساقني حبك على الموت وظروفي، ساقني حبك على الموت وسنيني اهزال. والظروف أقسام من الظلم للعرض النزيه، وانت تسوقين عقلي على حد الهبال. تحسبين من بغى شيء يقدر يشتريه ولا أنا يا وجه حالي.
ساقني يحبك على الموت وسنيني يهزال والظروف أقسى من الظلم للعرض النزيه وانت تسوقين عقلي على حد الهبال تحسبين من بغى شيء يقدر يشتريه ولا أنا يا وجد حالي وجود ما يقال وجد من ضحى بغاليه لرضى والديه ويا وجودي يول العمر قبل البس عقال وجد من باع آخر العمر في رغبة ذويه ويا وجودي كل ما هب صوتش من شمال وجد من حده زمانه على اللي ما يبي. عزيزي المشاهد، بعد هذه القصيدة الرائعة للشاعر الرائع ضيدان بن قضعان، هناك قصيدة للشاعر المعروفة والشاعر المتألغة عبر السبيل، نشاهدها مع بعض. مدري رجع، مدري وفا، مدري إحساس، أنطرك أنطرك وادري قلت لي من تراجع، يا من سوت عينه مخاليق وجناس، ادخل على الله ادخل على الله لا تزيد المواجع، جفني خذاها بتالي الليل هوجاس، وادري بجفنك تالي الليل هاجع، ابى تحرى جيتك واقطع الياس، واقول نور الحب لابد ساطع، ما همني مكسب ما همني مكسب ولا هزني فلاس، بمشي على عمياي واقول راجع. شاعرة عابرة سبيل. فعلا رائعة دائما عابرة سبيل، وهذه كانت قصيدة عابرة سبيل. أيضا هناك الشاعر المتألق مساعد الرشيدي، ومساعد الرشيدي غني عن التعريف، نشوف له هذه القصيدة. سمها ذكرى مزوح اللي تسمي، أنت أبو خضر الطعون وسمها، أنت يا شيخ البها سيدي وعمي، تنثر أيامي عبث وتلمها، أنت همي واللي يا محلاك همي، معك يا ملح السنين وهمها، عبرتك منديلها قلبي وكمي، ضحكتك نبض العروق ودمها، قبل أقول سودك الحلوين سمي، من غلا سودك غرقت بيمها، جيت لك من جامر الشوق متحمي، كل ما تبرد طعوني ضمها، جيت لك وقصى معاليقي تومي، همي يخطيها وهمي خمها، جيت يمك يا بعد من لد يمي، غرة كل الشموس تيمها، انضميت أشرب سواليفك بدمي، وانت ثاقلت الدروبة زمها، وانخذتني منك عين ما تسمي، ألعن الدنيا وابوها وامها. هذه أعزائي المشاهدين مجموعة القصائد الذي حبينا أن نسمعكم إياها في هذه الفقرة، واخترناها لكم، ونتمنى أن تكون إن شاء الله حازت على إعجابكم وحسن رضاكم. عموما أعزائي المشاهدين، لنا عودة مع الزميل حمد الهاجري، نلقاكم في الأسبوع القادم. ونختار أعزائي المشاهدين بعض من مقتطفات الشعر النبطي. أنا وشعبي كل أبونا جماعة، الدين واحد والهدف خدمة الشعب، لضاق صدر الشعب مستر ساعة، أضيق لا من ضاق وأحب لحب المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح. يا حسين يا حسين خلان الرخاء عدهم قوم، خلان من زانت حياته دامي، إن أقبل الدنياك عدوك معدوم، مروك ما ردوا عليك السلامي. الشاعر نجدي محمد العبد الله القاضي. يعيش المرء من صنعة يمينه، ولا يعتاش من صنعة لساني، فكم من نادر قرم صميدع، ترجى من ولد نذل اهداني، تحدى حاجة الدنيا عليه وصار السبع والثعلب، اخواني المرحوم الشاعر مرشد البذال. القصر ونسيس على غير تجويد، تجيه صلفات الرياح وتهده، ومن لا يخاطر ما يحصل مقاصيد، ومن لا فعل ما غناه فعلا الجدة المرحوم محمد استيري. لا بدالك لازم فنصل قرومي، وردي لا شفت بيته صد منه، جعل عند النذل ما يبدي لزومي، أقطعك كل شيء فيه منه. الشاعر علي ابن هادي أبو عدوة الهاجري. جتني رسالة غلا، مدري هدية قصيد،
مدري تواسي تعيس الوقت وأحزانها. قاعد تفتش مضمون الرسالة وعيد الفلسفة زايدة واخطيت برهانها. يا بنت وإن كان هالخطوة مداها بعيد، عز الله أنك خسرتيني علشان. وإن كان صيدك أنا آخر ما كتبته جديد، مطلع قصيدة وجرح الحب عنوانها، اللي علشانها قزرت عمري وحيد، كله على كلمة جتني من لسانها. هذيك أصلا عروض الروح قبل الوريد، وأيضا عيوني إن كان الشوف ما خانها. هذيك لو دبرت عني بعلم أكيد، أقول حظي عثر والوقت معانها. ولو شفتها بتجافي كل يوم تزيد، أضحك وأقول الحبيبة زاد نسيانها. أجامل النفس لو النفس عي التهيد، فالواقع اللي يعلمني بحرمانها. وين السعادة؟ قضى عمري ولاني سعيد، مدام حظي عجز يرجح ميزانها. قد قلت في عزة فاقت شعور فريد، ما عاد باقي يكود أطلب من أحسانها. إن كانها مكفية فالمكفية ما تفيد، وش لي ورا مهرة مقضوب أعلانها. وعزمت منسى ولكن عقبها وش يفيد، يمكنني أنسى اسمي الكامل بنسيانها. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي نهاية حلقة هذا الأسبوع، نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر الأخوان الفنيين من الكاميرات المحمولة محمد الفندي ومنذر مصيليخ، ومراقب مواد هذه الحلقة محمد برويل المطيري، ومخرج هذا البرنامج نواف برامية. وفي أمان الله. يا دموع ليه بين لي خضوعة، ليه جرح كبرياء في رجوعة. يا دموع ليه بين لي خضوعة، ليه جرح كبرياء في رجوعة. يوم نتمنى وصال صد عني، يوم جافيت ولا احتي دموع. دموع ليه بين لي خضوع، ليه يجرح كبرياء في رجوع. يوم نتمنى وصال صد عني، يوم جافيت ولا احتي دموع. بترك الأيام تلعب في حياة، كل ذكرى تمر في باله تلوع. وسأل الحسرات والونات عنه، لازم اللي راعني منه يروع. بترك الأيام تلعب في حياتها كل